وبشأن استمرار الانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين لا سيما في القدس ومحاولات التغيير الديمغرافي المتصاعد في البلدة القديمة والقدس الشرقية، ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس. دكتور جمال، مرحبا بكم. يعني الاحتلال الصهيوني يقرر ترحيل 16 عائلة فلسطينية قسرا من أحياء القدس الشرقية، كيف تابعتم هذا التصعيد؟ نعم، نتابع أول بأول وندرك أن هدف الاحتلال هو مواصلة عملية التهويد والحرب الديمغرافية ضد السكان الفلسطينيين وتسليم منازل هؤلاء السكان للمستوطنين المستجلبين إلى القدس. العملية تتم في 3 أحياء حاليا، وأوامر الإخلاء قد صدرت، وملاحقة قضائية تستمر يوما بعد يوم. والاحتلال وضع نصب عينيه في عام 2021 لتهجير 20,000 مقدسي. نعم. يتم تهجيرهم خارج المدينة المقدسة واستبدالهم بمستوطنين. وهناك أيضا مخطط إسرائيلي آخر لبناء 800 وحدة استيطانية جديدة. هذا يؤشر على أن الاحتلال يريد جلب المزيد من المستوطنين، ليس فقط في منازل الفلسطينيين ظلما وعدوانا، بل في منازل تقام على أرض الفلسطينيين الفارغة. يعني أن الأرض الباقية والمتبقية للبناء الفلسطيني لا يمكن البناء عليها، لأنها ستصبح مستوطنات لليهود المستجلبين إلى القدس. وبهذا الشكل يكون العدوان الإسرائيلي على القدس كاملا متكاملا، هذا فضلا عن إغلاق أحياء عربية الآن جرى المصادقة على هذا الأمر. ومن ضمن هذه الأحياء، واحد من أكبر هذه الأحياء هو حي العذرية، سيغلق بالكامل وستفصل هذه الأحياء تماما عن جسم المدينة الفلسطينية، وسيضاف إلى المدينة سلسلة من المستوطنات من ضمنها معلي أدوميم، مشور أدوميم وآدم. نعم. ويعني جبعات زعيم، كل هذه المستوطنات ستضاف إلى القدس الكبرى، وبالتالي يتضاعف أو تتضاعف أعداد اليهود على حساب الفلسطينيين الذين سوف يتم تهجيرهم إلى خارج المدينة المقدسة. طيب دكتور. نعم. جمال، عمليات الترحيل يعني غالبا ما تشرع بأحكام قضائية من المحاكم الصهيونية، لكن هنا ما البدائل المتاحة لوقف هذه الانتهاكات؟ نعم، هو في حقيقة الأمر أن الاحتلال انتهز فرصة التطبيع مع بعض الأنظمة المتساقطة، وانتهز فرصة ضعف الجامعة العربية وانسداد الأفق السياسي وضعف القيادة الفلسطينية السياسية. كل هذه العوامل مجتمعة بالإضافة إلى دعم غير محدود من عهد دونالد ترامب. الآن بدأت يعني كثير من المؤشرات تعطينا انطباع بأن يعني الوقت لا يسير في صالح الخطط الإسرائيلية، ويمكن أن تتغير المنطقة، وخاصة مع سقوط عهد ترامب في سدة الحكم الأمريكية. ثم أيضا بعد انكشاف حالة الضياع نتيجة هذا التطبيع المذل والمهين من بعض الأنظمة العربية، ثم أن الفلسطينيين قد وضعوا القيادة في زاوية من أن عليها أن تجري انتخابات شاءت أم أبت، وهذه الانتخابات لن تفرز قيادات فلسطينية يعني بهذا الحد من الاستسلام، سوف يكون تغيرا شاملا كاملا. نعم. ويستلم الشباب المرحلة القادمة ويغيرون من مسار المرحلة ويقلبون الطاولة. لا يمكن قبول إملاءات الاحتلال مدى الحياة. الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء واعتدى على جميع المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى الأحياء وعلى الأموات وعلى الأرض وعلى الشجر والحجر وعلى البشر وعلى كل شيء. الاحتلال معتدي آثم. آن الأوان لحظة إذن أن يظهر الشعب الفلسطيني موحدا ومدعوما من الشعوب العربية والإسلامية، ويبدأ مواجهة متجددة مع الاحتلال من جديد، لأن هذا الاحتلال لا يفهم لغة الاستكانة ولا لغة الاستسلام. طيب. لا يفهم إلا الثبات والرباط والمواجهة الميدانية الشعبية في كل أركان فلسطين. دكتور. نعم. خبراء في الأمم المتحدة دعوا الحكومة الصهيونية لعدم ترحيل عائلات فلسطينية في القدس، لكن هنا السؤال المطروح، من المنوط بتحريك هذا الموقف كي يتبناه مجلس الأمن؟ يعني نذكر أنه حصل اليوم الأيام تقرير أنصف الفلسطينيين، كان يسمى تقرير جولدستون، وكانت السلطة الفلسطينية في أضعف مراحلها ولا زالت ضعيفة، وهي أفسدت هذا التقرير، أفسدته تماما، وفي أكثر من مرة، ليس هذا التقرير وحده،
بل كانت السلطة مسؤولة عن كثير من إضاعة الفرص. المسؤول عن رفع مستوى الأداء الفلسطيني السياسي والدبلوماسي على المستوى العالمي هي السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا، ولكنها مقصرة، مقصرة بامتياز والكل يعترف بذلك. حتى أن أعضاء فريق أوسلو قالوا لقد ذبحنا القدس من الوريد إلى الوريد، واعترفوا بذلك وبدأوا يقفزون واحد تلو الآخر من سفينة أوسلو. إذن آن الأوان، وخاصة عندما تشاهد أنت إحدى مهندسات أوسلو هي حنان عشراوي تركت يعني كل المسألة برمتها وغادرت منظمة التحرير. إذن آن الأوان لتجديد العهد مع الشعب الفلسطيني وتحسين أداء السلطة من خلال قيادة منتخبة حقيقية ورئيس حقيقي منتخب من الشعب الفلسطيني يلبي طموحاته ويعمل على يعني تحقيق آماله تماما كما يفعل. يعني أنت تشاهد القيادة السياسية الإسرائيلية منخرطة مع اليمين المتطرف الإسرائيلي، وهذا ما يفعله تماما يعني بيبي نتنياهو مع دونالد ترامب سوية. كانوا يلبون طلبات المتدينين اليهود، في حين أن السلطة الفلسطينية كانت حريصة على ملاحقة يعني الثوار الفلسطينيين، أو إن شئت قلت الممانعة الفلسطينية، كانت تلاحقهم السلطة الفلسطينية ولا زالت لأجل عيون المستوطنين. يجب أن ينتهي وتنتهي هذه المرحلة مرة وإلى الأبد، بحيث يستطيع الفلسطينيون تحقيق أمانيهم شاء الاحتلال أمام الاحتلال. نعم دكتور. الدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس حدثنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا لكم.